السلام عليكم، انا اسمي عزيز سامون، من المستفيدين من هذا الارض. هذه مجموعه نتاع الناس من 1984 وحنا تابعين هذا الارض. جاو عده رؤساء وحنا تابعينهم على هذا الارض. تجلس عبد الرحيم بابا هو اللي خرجنا هذا الارض لحيز الوجود، وعندنا الوثائق موجوده عندنا اللي كتشهد بان هذا الارض خارجه للعمال والمستخدمين والموظفين تاع الجماعه الحضاريه. مشينا مع الرئيس السابق الى حتى وصلنا لاخر نقطه الا وهي التحفيظ. جات انتخابات بقينا مع القين، جاء هذا الرئيس بقينا غاديين معاه، صيفطنا له الوثائق، صيفطنا له جميع الوثائق، كل ما يهم الارض عن طريق مكتب الضبط. ما ردش علينا، عطينا الوثائق النائب الاول ديالو السي بن حميده، ما ردش علينا. جاو الاخوان اللي عطاو الوثائق وجلسوا معاه على اساس انه قال لنا جمعوا صيفطوا لي القرارات. صيفطنا القرارات، هذه راه قلت لك من 1984 وحنا كنستافدوا وحنا كنشكيو على هذه الارض، ولا زال لحد الان حنا كنشكيو. وهذه المجموعه كلها اللي كتشوفوا راه كلها مستافده، ومازال واحد العدد الناس اللي راهم ما جاوش. شحال ديال الناس مستفيدين؟ 300 الناس، وحنا الان هنا موجودين باش نعاينوا الرئيس ندخلوا لعندو نهضروا معاه. مشينا عند وسيط المملكه وكتب له محاضر وصيفط له وصيفط له، الان دابا ما كيردش على وسيط المملكه، راه ما كيردش عليه. بالنسبه للرسائل اللي كتجي مع الوسيط ما كيردش عليه في الجماعه، وخلوناه هكا حنا مخلوطين للحمله الانتخابيه. حاليا الحمله الانتخابيه حنا عندنا قرارات وعندنا ارض مرخصه وعندنا هذه مده مجهزه، الارض مرخصه مجهزه. نطلبوا من السيد الرئيس يحل هذا المشكل، هذا هو النقطه اللي كنطلبوا. والجمعيه خلصت 112 مليون للتجهيز بالوثائق بكل شيء. عندنا الوثائق اللي تنجيو عند الرؤساء دائما تتفوت. من 300 مستفيد تبقاو يقولوا لنا غير 170 بعد يعني 170 سكن في شهر 170 غير يشتروا لنا، كانت ما يفوق على 360، دابا تيقولوا لنا غير 170. ما بغاو يعرفوا يقولوا لنا شنو كاين، ما بغاو يوضحوا. شحال من سنه وقع هذا المشكل؟ هذه تقريبا 37 سنه. عرفتي العهد بابا الفلاني، العهد مفدي، العهد شاباط، الاخوان دابا شو شحال ديال الرؤساء دابا. شنو التجاوب اللي كيجاوبوكم ملي كتجيو عندهم؟ بسير راك عارف المغرب. احنا خدامين، احنا غاديين، احنا غاديين معاكم. هاد الارض هذا فيها تلاعب كثير 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 كثير، بحيث انهم الارض محفظه ديال هاد العمال، وهما كانوا جات واحد اللجنه كانوا بغاو يبيعوها للكره ديال الركبي، والمحافظه قالت لهم هاد الارض راه ديال العمال والموظفين، ما فيها لا بيع لا شراء. الارض محفظه، الارض مجهزه، مخلصه 111 ديال المليون اللي مخلصه عليها. وهاد الناس كيتلعبوا بهاد العمال بهاد الفئه اللي ضحت بالغالي والنفيس. خدمت كاين اللي خدم 40 عام وخرج والو، خرج من المدينه، كاين اللي مات، وهما كيتلعبوا بينا. علاش؟ لعب علينا الفلاني بابا، لعب علينا شباب، لعب علينا دابا يا زميل. جينا جلسنا لنا عده اجتماعات ودار فينا الاخ البقالي، قال ما انا غادي نحل معكم هذا المشكل، ودابا في هذه الايام هذه ان شاء الله غتمهلوا علينا 15 يوم وغادي نعيطوا لكم. فعلا مشينا غيبنا 15 يوم، عيطوا لنا عطيو جيبوا لنا الوثائق، اللي عنده القرار واللي عنده كذا جبنا شي درنا التسجيلات. هذه القضيه ديال هذه الارض من 84 حنا كنهضروا عليها بالنقابه والعمال وكل شيء، كنباتوا بالليل ليل نهار كنباتوا على هذه المطالب ديالنا. واش ما يشوفوش هاد الناس من حال هاد الفقراء وهاد الناس اللي ضحاو بعمرهم وضحاو بحياتهم وضحاو بصحتهم؟ دابا كنطلبوا هاد الناس يعطيونا يلطفونا بالحق ديالنا، هذا ما غادي يعطيونا شي صدقه، هذا راه حقنا. وهاد اللي دارها ديالنا حنا تبنات على ظهورنا، حنا اللي بنيناها ماشي همايا. اما هما كيجي واحد كيغيب خمس سنين وعاود ثاني يجي خمس سنين وعاود يجي واحد اخر خمس سنين. اذا المرجو من اخواني ينصفوا هاد العمال المساكين، والله يجازيكم بخير حتى نتوما. وكنطلبوا هاد الهضره اللي قلنا دابا انها توصل لصاحب الجلاله نصر الله، لانه هو الوحيد اللي غيدخل باش يحلنا هاد المشكل. هاد المشكل هادي 36 سنه وحنا تابعينه.
حتى وصلنا لاخر نقطه اللي هي التحفيظ وقلبونا وولينا هذه 5 سنين وحنا تابعين هذا الرجل باش يعطينا حقنا وما عطاناش. ودابا انا تنقول باسم هاد الناس وباسمي ان تبلغوا هاد الهضره للملك السلطان ديال البلاد هو اللي غيحل لنا هاد المشكل مع هاد الناس. باش ما كان وثيقه وحده اللي كان تنساينو هي الوثيقه نتاع التحفيظ، يعطينا نحفظو كاينه الجمعيه اللي تخلص، حنا غنجمعو ونخلصو، يعطينا رزقنا، يعطينا هاد الارض ديالنا. ثلث مات، ثلث خرج تقاعد عباد الله، ثلث مازال هو اللي خدام، الناس راه كلها عليه تخرج تقاعد، وهاد الارض ما بقى ما شكون اللي غيستافد منها، وهاد الارض عامره تيخوي فيها غير التراب، ارضنا مجهزينها بالطوبوغراف بالمهندسين مدوزين الواد الحار، مدوزين الماء والضو، شنو باغيين عندنا؟ واش باغيين يديوها؟ يقولوها لنا، نتفرقوا ونمشيو بحالنا. وانا وكان كانوا مجموعين الناس وكنقول لهم اننا نمشيو لديك الارض ونعتصموا فيها ونبنيو فيها القياط حتى تجي السلطات المحليه وهي اللي نسمعوها حقنا ونسمعوها هضرتنا ونسمعوها كلامنا. عندنا الوثائق مجموعه من الاول حتى التالي. الارض مخلصه مخلصه، الارض مخلصه مخلصه، عندنا الوثائق اللي مخلصه. انا عندي الميل بجاهز من الاول من بابا الفلالي.